صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتونا. ان شاء الله النهارده المنيو بتاعنا معانا ورقه لحمه بالبرتقال وطبق طبق رز بالتمر وطبق كشك. يا رب المنيو يعجبكم النهارده. بسم الله توكلنا على الله. انا معايا هنا طبعا عشان الوقت بتاعنا اللحمه، انا ايه سلقاها عشان نبقى عارفين، انا سلقاها طبعا. فهقطع الخضار بتاعي، ومعايا هنا معايا طاجن، ويعني حضرتك تشتغلي في الصينية عادي، يعني حابة تشتغلي في الصينية اشتغلي في الصينية عادي. حضر بس الطاجن بتاعي، ادي الطاجن، وبحضر الورق الفويل، بقطع كده اكبر من الطاجن عشان انا هكمر اللحمة بالخضار. معايا الخضار بتاعي جزر، كوسة، بطاطس، ولفتاية، واحدة لفتاية، وجنزبيل. ممكن تضيفي فاصوليا خضراء وبسلة، ممكن ما تضيفيش، ممكن تنقصي من الخضار، ممكن تشتغلي ببطاطس بس، على حسب الخضار اللي أفراد الأسرة بيحبوه. أنا عندي هنا بقطع الفويل أكبر من الطاجن بتاعي كده، واحد، اثنين، ولو حبيت ازود تاني، لو احتجت تاني هزود. ادي بحط الفويل كده. ممكن زي ما انا قلت لحضرتك، ممكن تشتغلي في صينيه، في طاجن المتاح عند حضرتك، يعني مش مرتبطه بحاجه معينه. ادي كده الفويل بتاعي انا بسكنه في كده في الطاجن كده. وطبعا بنشتغل على الناحية اللي هي مش بتلمع عشان الناحية الثانية ما تتفاعلش مع الأكل. ادي كده انا جهزت الطاجن بتاعي كده جاهز. هقطع الخضار، بسم الله الرحمن الرحيم. ادي معايا بطاطس، تقطيع برضو اللي حضرتك تحبيه، حابة تقطعي برضو التقطيع كبير، حابة تقطعيه صغير، برضو ايه دي طبعا اذواق. وزي ما قلنا لحضرتك، حابة تشيل الخضار ده لو محدش بيحبه، احنا بس بندور على الفوائد اللي هتنفع الاطفال بس. طبعا لو هم مش حابين حاجة مش شرط، يعني ممكن حضرتك تشيليها. وادي بقطع الكوسة بتاعتي. طبعا برضو احنا ايه متفقين ان كل ما الخضار تقطيعه بيقل، يعني ما بتقطعيه قطع صغيرة الفوائد بتاعته بتقل، فاحنا طبعا هنحاول نقطعه قطع كبيرة شوية. وادي الكوسة، ادي الكوسة. يبقى كده انا معايا كوسة وبطاطس وجزر وواحدة لفت. هتستغربوا هتقولوا لي لفت ايه بقى، وجربوا بس حضرتك وجربوا معانا ومش هتندموا ان شاء الله. انا بس بخلص التقطيع ده بسرعه عشان ادخل الورقه بتاعتي الفرن ونشتغل في الطبق التاني. يبقى انا كده خضار يتقطع اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الجزر بحاول ارققه شوية عشان الجزر بياخد تسوية شوية طبعا عن البطاطس وعن الكوسة. فطبعا لازم تراعي التقطيع اللي بتقطعيه، تبقى عارفة التقطيع دوت هياخد نوع الخضار ده هياخد تسوية قد ايه، وبتقطعيه على حسب ذوق حضرتك. كده احنا بنقطع في الجزر اهو، تمام. طبعا الطبق الرز هتقولوا رز بالتمر ايه، جربوا مش هتندموا. ان كل اللي احنا بندور عليه
الفوائد اللي بتبقى في الاكل والاكل والاكلات اللي احنا بعدنا عنها، وكله طبعا بيدور على التكاوي دلوقتي. مفيش احلى من طبق الاكل اللي بيتعمل في البيت. كده بسم الله الرحمن الرحيم. كده قطعت الخضار بتاعي، فاضل اللفته دي بس. بسم الله الرحمن الرحيم. هي حضرتك دي اختياري، مش حابه تحطيها مش حابه، احنا بس بندور على الفوائد والعناصر اللي هتكون تبقى كامله مع بعضها. طبعا احنا اتكلمنا في التقطيع، قلنا احنا هنحاول نقطع تقطيع كبير شوية عشان فوائد الخضار ما تقلش معانا. وطبعا عندي البهارات بقى برضو هقول لحضراتكم عليها دلوقتي. كده خلاص قطعت، جالي كومنتات كتير على العدس اللي بالشاورما وناس عملته وعجبها جدا، ويا رب يا رب ننول اعجاب حضراتكم. طيب هتستغربوا وهتقولولي هو كده كده اللفت يعني هو بيتاكل مخلل وبيتاكل ني وبيتاكل في جميع الاحوال، ما جاتش ان احنا نحطه في ورقه اللحمه يعني، معناها هي لفتايه. بسم الله الرحمن الرحيم. اقلب الكشك بتاع الشوربه بتاعت الكشك بتاعي. كده خلاص انا قطعت الخضار بتاعي. اللي معايا كمان انا بقى ايه، هديله معلقه زبده بس، معلقه زبده كده من غير معلقه زبده وشويه زيت بس، بس عشان يبقى شكله بيلمع مش اكتر، لكن انا مش هسوي طبعا. ادي شويه الزيت وادي معلقه الزبده. رشه بسيطه، رشه ملح بسيطه مش كتير. احنا كده كده طبعا الاكل بتاعنا الملح لازم يكون قليل فيه. طيب انا هديله حته برضو مش كتير، حته جنزبيل. احنا اسفين الحاجات دي لازم كانت تكون جاهزه قبل الهوا، بس انا بصراحه كمان جالي كومنتات كتير على الصفحه بتاعتي، الحلقه بتاعت البط بالبرتقال، قالوا لي انت في ناس بتنتقد وبتقول انت لازم تنظفي، انت ما نظفتيش البط قدامنا. طب احنا نعرف البط بيتنظف ازاي؟ طيب عندكم حق وفي نفس الوقت ما عندكوش حق. اولا احنا هنا مفيش المطبخ مفيش حوض، طيب هنضف ازاي؟ مفيش حوض يبقى هنضف ازاي؟ دي حاجة. الحاجة التانية انا ممكن اشرح التنظيف من غير، مش لازم حوض، هو الناس كلها عارفة طبعا الطيور بتتنضف ازاي، ولو مش عارفة ممكن نشرح الحاجة بتتنضف ازاي. كده احنا هنا معانا جبنا ال، محدش جاب لي البهارات ولا ايه؟ اه ماشي. هطلع البهارات بتاعتي، هجيب الفحمية. ام احمد ممكن تيجي بعد اذنك؟ حد يدي لام احمد لو سمحت. ياسين طيب كده هنا طبق بهارات. حاضر ادي هنا معايا شوية قرنفل، شوية قرنفل همت. المعالق لحظة واحدة بس بجيب البهارات بتاعتي. وادي ما انا كده عندي بهارات، سبع بهارات، عندي كزبرة مطحونة، عندي قرنفل،
عندي كركم، عندي فلفل اسمر، مش بهارات كتير يعني ولا حاجه، هو المتاح. وممكن تشتغلي بشويه فلفل اسمر، مش يعني ايه، لو البهارات دي مش موجوده طيب احنا هنعمل ايه؟ هنقف؟ لا طبعا مش هنقف، احنا ايه، لو شويه فلفل اسمر اتفقنا ان احنا بنشتغل بيها. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طيب تمام كده، عندي اهو الفلفل الاسمر، اهو الفلفل الاسمر بتاعي، وعندي كزبره مطحونه معلقه كبيره، كزبره مفيده طبعا فيها فوائد كتير وللدوخه طبعا، وادي السبع بهارات بتاعتي. كده انا حطيت البهارات بتاعتي تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. لسه ما خلصناش، لسه في، هنضيف لسه حاجات كمان. ما هي ورقه اللحمه دي بقى يعني مش محتاجه كلام، ليه؟ عشان فيها فوائد، فيها عناصر كتير جدا، وكل العناصر الموجوده فيها فيها فوائد كتير جدا. يعني ايه؟ ممكن ما احنا ممكن حتى ما نحتاجش اللحمه، ده الطبق ده من غير لحمه مش محتاج اي حاجه. طيب كده اهوت انا بشوح الخضار بتاعي، مش هسوي، انا بس بسخن، يعتبر بسخن بس مش هسويه. طيب هنا انا عندي طماطم، بقطع الطماطم، حاجة هناك تاني، وادي فلفل، وادي فلفل برضو مغسول ومفتوح اهو، وادي البرتقانة بتاعنا. طيب كده خلاص، في كيسة ناقصة. لقيت كوساية بنقلب. بسم الله الرحمن الرحيم. هقطع لها بقى الطماطم بتاعتها. انا معايا برضو ايه، شوفوا الـ شوفوا الـ العناصر اللي في ورقة اللحمة قد ايه. هنقطع برضو اللي هو المكونات، بنقطعها قدامكم اهي، قدام حضراتكم اهو، دي كده على طول اهو، فلفل اخضر وفلفل الوان طبعا، فلفل الوان اهو، هو نص ونص، انا مش هحطه كله يعني، عشان كده انا ما عندي فلفل طبعا كتير، فمش هحط الفلفل كله. ولو الفلفلايه دي لو هي حره، انا طبعا ايه، التقطيع كبير يعني، هي مش هتعمل حاجه، مش حابه اكلها بستبعدها من الاكل. دايما الفلفل الحار لما التقطيع بتاعه بيكون كبير ما بيأثرش لو انا ما بحبش الحر. بستبعده من الاكل لو ما بيكون التقطيع كبير، بستبعده من الاكل ما بيأثرش في شيء. ورقة لحمة طبعا، في ناس ممكن تقول ده هي ناقصة حاجة، ده هي زايدة حاجة. طبعا الأكل دوت وطريقة الأكل بتبقى أذواق، في اللي بيضيف، في اللي بيقلل حاجة. طبعا أنا دايما الأكل بتاعي طبعا بضيف له إضافات كتير، فمحدش هيقول هي ناقصة حاجة، هو ممكن يقولوا زايدة لكن مش ناقصة. وفي الآخر بنتمنى يا رب الأكل يعجبكم في الآخر.
طبعا هنا بقى نقطع الطماطم، مش بنفرمها، الطماطم بتتقطع مش بتتفرم، عشان هي بتبقى سليمة مش مفرومة. حاضر كده، والمفروض لو الخضار متقطع جاهز كنا دخلنا الطاجن دلوقتي الفرن على طول. كده الفلفل الأحمر، الطماطم بتاعتنا، هي الخطوات بتاعتها كتيرة شوية بس بصراحة هي ما فيهاش كلام. يعني لو حضرتك عندك عزومة بتعمليها، يعني في العزومة بتبقى كويسة، يعني مش وحشة، تشرفك في العزومة بتاعتك. ممكن عندي عزومة مثلا اعملها طاجن مكرونة، طاجن جلاش، فرخة، بتمشي عزومة. يبقى احنا معانا مكونات ورقة اللحمة، كوسة، بطاطس، جزر، جنزبيل، قطعة جنزبيل يعني، فلفل احمر، فلفل الوان، فلفل احمر واصفر واخضر، وقرن فلفل، يعني يستحب انه يكون حار يعني عشان يخلي للأكلة معنى. وطبعا الطماطم طرنشات. كده احنا هنا الطماطم معانا اهي، حضرناها. ثواني، والورقة بتاعتنا هتكون دخلت الفرن، ونشوف الطبق اللي بعدها. كده خلاص خلصنا المكونات. الريحة بقى طبعا جميلة جدا. بعصر البرتقالية بتاعتي اهي على الخضار. انا القشر ده في البيت طبعا ما برميهوش، لان هو بيبقى فيه من جوه كمان البهاريز بتاعه البرتقال، فبفرمه في الخلاط وادخله في الكيكه، ادخليه في اي حاجه طبعا ما بيترميش. كده عصرنا البرتقاليه بتاعتنا كده ايه. معايا بقى كمان كده الرز ده، معايا بقى كمان ايه، البصل. البصل بقى المفروض هي بصلايه بتتقطع طرنشات، انا مش هقطعها طرنشات. ليه؟ انا حابه البصل اورمة، احط البصل الصغير، نقيت شويه بصل صغير وهيتحطوا كده سليم زي ما هو. هو طبعا متقشر ومغسول، انا بس بقطع، ما رضيتش اشيل دي الا على الاكل على طول، الراس بتاعته اللي هو العنق ده عشان ما يطلعليش ريحة. اهو بحطه سليم اهو.
ده بقى زي البصل اللي بيتحط في الشوربه اللي الولاد بيتخانقوا عليه، كل واحد بصلايه. اه انا حطاه عندي اهوت في ورقه اللحمه بتاعتي. اه بصلايه دي تمام كده، خلاص كده كده خلصنا المكونات بتاعت ورقه اللحمه بتاعتي. طيب هشوف بقى انا هعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب انا هبديها معلقه صلصه واحده. طيب هي معلقه الصلصه انا هديها لها ازاي؟ هحطها كده واقلبها؟ لا مش بحطها وبقلبها، انا بدوبها في شويه شوربه. هو الخضار هيستوي معايا طبعا كده كده على البخار اما بيدخل الفرن، بس انا برضو عشان ابقى واثقه من التسويه بتاعتي بديله شويه سنه شوربه مع بستغل معلقه الصلصه اقلبها في شويه الشوربه واديها له. هتشوفوا دلوقتي هنعمل ايه. طبعا زي ما قلت لحضراتكم انا مسويه اللحمه بتاعتي عشان انا ما عنديش وقت ان انا ايه اسويها هنا. عملت ايه بقى في تسويه اللحمه بتاعتي؟ شوربه عاديه جدا، حله وشويه ميه شويه بهارات بتاعتي، واما غليت اديت حطيت اللحمه وسبتها تستوي مع نفسها. حابين تحطوا بصلايه سليمه، حابين تفرموا بصلايه، دي بتبقى اذواق. في ناس بيحب يفرموا البصله بتاعت الشوربه، في ناس بيحب يحطوها سليمه، دي اذواق في الاكل. طيب احنا هنا بسم الله. وبرده انا عندي هقول لكم برده هعمل ايه تاني. عندي ايه فحمايه، هحط فحمايه في الاخر، فحمايه في الاخر عشان احطها في ورقه اللحمه بتاعتي. ادي عندي اهي معلقه الصلصه بتاعتي، هي مش كتير، هي معلقه صلصه واحده لان هي مش بتبقى حمراء. ادي معلقه الصلصه بتاعتي وباخد شويه شوربه على الصلصه. بسم الله الرحمن الرحيم اهي، لو احتجت واحده كمان بزود، زودها بقى في الورقه مش هنا. ادي كده اهي معلقه الصلصه بتاعتي، طبعا مش بحط ملح، انا مملحه هنا بسيط، الخضار والشوربه بتاعتي متملحه، فطبعا احنا ضد الملح الكتير. كده انا قلبت شويه الصلصه بتوعي اهم، توكلنا على الله. نبدا نفضي الخضار بتاعنا، طبعا البصل مش هيكون مستوي، البصل بيكون فيه قرشه زي البصله اللي بتبقى مسلوقه في الشوربه نص سلقه. حابه تسوي البصل حابه يكون مستوي درجه التسويه اكتر من كده بتسيبيه بتحطيه قبل الخضار بحوالي 10 دقائق تقريبا، لكن انا بصراحه بفضل ان هو يكون نص تسويه كده في قرشه، بيبقى لذيذ وجميل. احنا كده يعتبر الخضار بتاعنا مش هياخد حاجه في الفرن، لان الخضار كله اصلا بسم الله ما بياخدش تسويه. ادي الخضار بتاعي اهو حطيته. هعمل ايه؟ هجيب الشوربه بتاعتي اهي، هطلع منها اللحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. حط الفحمايه اهي، الفحمايه بتاعتي اهي اللي هحطها في ورقه اللحمه في الاخر كده كده خلاص. هطلع بقى اللحمه بتاعتي هحطها في قلب ورقه اللحمه. بسم الله الرحمن في قلب الخضار قصدي اللحمه بتاعتي اهي بلدي وجميله. بسم الله الرحمن الرحيم، لحمه بلدي مش لحمه مستورده. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بتظبطي بقى طبعا برضو الرصه بتاعتك اهو، بتوزعيها على الطاجن كويس اهي اللحمه. هو طبعا برضو احنا مش بنجبر حضرتك تستعملي نوع لحمه معين، لو حابه حضرتك تجيبي لحمه مستورده اقل من دي في السعر برضو مش هتقول لا، بس اديها تسويه بقى اكتر من دي. يا بصراحه دي ما خدتش تسويه كتير يعني. بلدي صح بقى، بتبقى باينه بتبقى معروفه. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. مش هقول لكم بقى طبعا البهارات والقرنفل بصراحه على الروائح الجميله هنا. شامين يا جماعه ولا مش شامين؟ ياسمين مفيش تشجيع كده خالص؟ ياسمين مفيش تشجيع خالص؟
شجعيني عشان الناس كل الكومنتات والانتقادات اللي جايه على صفحتي هي حاجه واحده، كلهم متفقين على حاجه واحده، انتي ما بتضحكيش، شجعيني عشان اضحك. بسم الله كده خلاص خلصنا اللحمه بتاعتنا، طلعناها كلها. نعمل ايه بقى؟ بسم الله بسم الله، انا ايديا نظيفه طبعا، وطبعا الكل في البيت في بيوتكو يا جماعه، عشان انا بشوف هو مش حق بصراحه، انا مش ليا، انا شفت انتقادات لشيفات كتير في حكايه شغل الايد دي. طب انتوا في البيوت بتشتغلوا بايه؟ انت اهم حاجه، بالعكس ده انت ايديكي مضمونه عن الجوانتي ومضمونه عن اي حاجه، ايديكي مغسوله وبتبقي واثقه منها. هنا كده الطماطم اهي، عشان هي مش بتاخد عصير طماطم، هي بتاخد بس طماطم ترانشات. ببدا كده احطها واوزعها. طبعا برضو انا الخضار عندي خد شويه تسويه على النار، فبرضو مش هيحتاج كتير يعني في الفرن ان شاء الله. يعني مجرد عندي كده كل حاجه ايه، واللحمه بتاعتي مستويه، يبقى مجرد ان انا كده هوزع بس كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بس طبعا ايه، بظهر اللحمه بس عشان تبقى ايه في الفرن، تاخد الشمخه برضو بتاعت الطماطم وال حاضر حاضر حاضر. بظهرها بس عشان ايه، يعرفوا ان احنا مكلفين برضو كده كده. وطبعا انا بحب برضو اظهر الفلفل الالوان، بحب اظهره الوانه وبتبقى جميله جدا، وبيعمل كده يعني بلاش الطعم والفوائد كمان، بيعمل كده منظر جميل للطبق بتاعي. فبظهر برضو، بحاول اظهر الالوانات بتاعتي، عشان انا ايه مش هاكل بس يعني، برضو انا عينيا بتشوف الطبق قبل الاكل. فايه انا كده ايه خلاص تمام، ادي الالوانات بتاعتي ظهرت كده، اخضر في اورنج في احمر في كل حاجه عندي. فبدي بس ايه كده خلاص، حضرتك هتاخد كده قبل ما اسقي. خلاص اقفل. وادي الوان كمان، اظن كده بقى مفيش كلام. انا بيتهيألي لو حد كل الاكله دي يقعد عليها اسبوع، بيتهيألي صح ولا ايه؟ مش محتاجين تاكلوا لمده اسبوع، ما شاء الله فوائد عناصر وفوائد وفيتامينات، بسم الله ما شاء الله، يعني ايه مفيش بعد كده. ما دي الاضافات بقى اللي ست البيت، كل واحده بتختلف طبعا عن التانية، كل واحدة بتضيف الإضافات بتاعتها. خلاص كده حضرتك. طيب هنسقي بقى بشوية الصلصة بتوعنا، ولو انت مش حابة تضيفيهم ما تضيفيهمش، هما ملهمش لازمة، دي إضافة من عندي ملهمش لازمة، لو حضرتك مش حابة تضيفيها ما تضيفيهاش، هي بس أنا بحب عشان إيه لونها بس كده يبقى إيه، يبقى متشبع ما يبقاش اللحمه بتاعتي بيضه، بس تبقى واخده لون بس كده هي، او البطاطس. انا بحاول انزل كده على البطاطس باللحمه بشويه الصلصه دول. انت بقى حضرتك لو مش حابه تضيفيهم ما تضيفهمش، تمام. بسم الله هنقفل. بسم الله كده هتقفلي. ده بيبقى اكبر وزياده عن الطاجن الورق الفويل ده، ليه؟ عشان انت بتكمري الورقه اللحمه بتاعتك، هي اسمها ورقه لحمه اصلا عشان كده، عشان بتتكمر وتدخل الفرن. احنا قلنا مش شرط نشتغل في دوت، بتشتغلي في صينيه، بتشتغلي في طاجن، بتشتغلي في اي حاجه عندك. خلاص كده هندخل الفرن. بسم الله
التفصيل اهو. هنسيبها واحده، هننزل الشبكه بس كده. ننزل الشبكه بس عشان الطاجن عالي شويه. بس تمام كده. هندخل على الطبق اللي بعديه اللي هو ايه، الرز طبعا الاول للوقت بتاعي. خلصنا؟ طيب مش احنا كده هندخل على الطبق الرز على طول اهو، مفيش مشاكل هنا. بعدين ليا وقت عندكم الحلقه اللي فاتت على فكره. بسم الله، هنقص الشوربه بتاعتي بس. بعدين انا هنا ايه، خلاص طالما ما عندناش وقت همشي حالي بقى في الرز. ادي الزبده بتاعتي كده، زبده. مش هشوح الرز بقى ولا انا هنزل في الشوربه على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. انا كده ما جابوش الكاتل يا ياسمين، كاتل الميه. وهديله برضو عشان هو ما خدش زيت طبعا، هديله شويه الزيت كده. اقلب تمام كده، هديله البهارات بتاعته. طبعا عندي الشوربه فيها بهارات، بس طبعا انا ايه، مش ده لون الرز اللي انا محتاجاه. ادي البهارات عندي اهي، 7 بهارات، والفلفل والكزبره المطحونه هي البهارات اللي انا شغاله فيها في ورقه اللحمه. تمام كده، تمام قوي. والشوربه بتاعتي فيها الملح وفيها كل حاجه، انا مش محتاجه احط ملح. ادي الرز بتاعي ان شاء الله 5 دقايق محدش هيشمت فينا عشان الوقت بتاعنا. ادي الرز بتاعي ان شاء الله 5 دقايق يكون ايه، خلص. طيب انا هاجي هنا هعمل ايه، هو بقى رز بالتمر ليه. انا عندي هنا اهو السوداني ده، عندي التمر بتاعي، هفصصه هقطعه كده، وهديله برضو تشويحة بمعلقة الزبدة. طيب انا بحط بس ايه 2 كده الاول هنا في الرز عشان الطعم بس، وفي الاخر الباقي ده بقى هحطه فوق وش الطبق كده. التمر بتاعي لو عملتيه في رمضان بقى كمان، ده طبق رمضان برضو جميل. كل سنة وانتم طيبين يا رب، وربنا يعيد عليكم الايام بخير. طبعا الايه، التقطيع كنت هقطع تقطيع غير كده، بس بالنسبة للوقت بتاعنا انا بمشي حالي دلوقتي. المهم احاول اطلع عليكم الطبق يكون مش ناقص حاجة. طيب احنا هنا بقى ودوت بيتشوح معانا كده على النار اهو، هنشتغل في طبق الكشك بتاعي. طبق الكشك انا عندي شوربه بتاعه فراخ بلدي او اي فراخ محشيه عموما، الشوربه دي بيكون واقع فيها الرز بتاع الحشو. طيب ما عنديش الشوربه دي، انا بصراحه دي عندي جاهزه وجبتها، ما عنديش الشوربه دي اعمل ايه؟ احط، ما عنديش شوربه فيها رز يعني، احط الشوربه واجيب شويه معلقتين رز مغسولين وبصلايه مفرومه واحطهم في الشوربه. طبعا احطهم في الشوربه المعلقتين الرز المغسولين والبصلايه المفرومه، واسيبهم يغلوا ما يبقاش ليهم اي معالم خالص، واشتغل بقى منها. خلاص كده انا بعمل بس طبق الكشك، خلاص مش بياخد حاجة على فكرة طبق الكشك. حاضر، عندكم انتوا ما عندكوش حد بتهيألي غير النهاردة يعني، في تاني؟ ماشي.
اكمل بس بقية الطمش. طيب احنا كده تمام، هيعتبر ان احنا اخدنا التمر بتاعنا كله خلاص. عشان اعمل بس ايه طبق الكشك بسرعه سريعه، انا هعمل ايه في طبق الكشك؟ انا هاخد فين ال اعمل في ايه هنا؟ ماشي، هاخد هنا معلقة، فين معلقة؟ اهو هنا معلقة دقيق، معلقتين، خليهم معلقتين دقيق وشوية لبن. مش بنطلع الحاجة طبعا عشان الكيس ما يطلعش فوق المنتج. شوية لبن صغيرة عشان انا عندي شربتي كتير اصلا. ادي شوية لبن، في ناس بتشتغل بلبن وفي ناس بتشتغل بزبادي وفي ناس بتشتغل بالاتنين، طبعا دي حرية شخصية. ادي الزبادي برضو، كوباية الزبادي عندي ومعلقتين الدقيق ومعلقتين شوية اللبن كده. هنا دي خلاص البوتاجاز ده عالي. ابص على الرز بتاعي، هو البوتاجاز اتطفى ولا ايه؟ البوتاجاز اتطفى، البوتاجاز مطفي ازاي الكلام ده؟ البوتاجاز مطفي يا استاذ. يا جماعة البوتاجاز مطفي مش راضي يشتغل. طب كده طب حضرتك البوتاجاز، طيب خلاص كده احنا اهو بنحط المكونات دي في الشوربه اللي هي اللي فيها الرز، طبق الكشك بتاعي. خلاص كده وبقلب لغايه ما تمسك في بعضها كده. انا خلاص تمام، احنا مش هنلحق نغرف حاجه عشان البوتاجاز مطفي، البوتاجاز مطفي والرز ما طلعش. طيب معلش احنا بنعتذر عشان الوقت بتاعنا ما اسعفناش ان احنا نطلع الاطباق. ان شاء الله تتعوض في حلقة تانية. واهم حاجة انتوا حضراتكم شفتوا الخطوات بتاعتنا دي، اهم حاجة مش لازم يعني الطبق يطلع. هو احنا معنا كده ده خلاص خلص، والرز برضو على الغرف يعني، هو بس يستوي ويتغرف بس، مفيش حاجة اكتر من كده. طبعا المكسرات بقى تبقى كان شكلها يبقى جميل عليها، بس كان نفسي بس يلا بقى ما تتعود تاني. اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم، مع السلامة.